ماما انا بدي روح. ايه والله ما فيني، بدي روح والله ما بحسن، لازم اروح والله ما فيني عمري. دوبريني لا تبكي. أول يوم المدرسة دهوبة خافت كتير وزعلت كتير، بالرغم أنه احتفلوا فيهن وأنه كان في كتير متابعين وكتير رفقات لدهب، بس هي ظلت خايفة. ليش عم تبكي؟ ليش لك ماما؟ وحاولنا كتير نحن ورفقاتها وآنستا أنه ما تكون خايفة ومتوترة، بس مع الأسف صار معها أشياء كتير بشعة وقررت تهرب من المدرسة. الله يحمي ياهي. كيفك بتهرب؟ الله يسامحك يا دهب، الله يسامحك على هالعملة. مشان هيك حطوا لايك واشتركوا بالقناة وخليكم معنا لنهاية الفيديو لتشوفوا كيف كان أول يوم المدرسة وكيف رجعنا دهب. يا عمري يا دهوبتي، اليوم دهوبة صارت صف أول ورح تروح أول يوم على المدرسة، فاليوم كتير مميز ودهب كتير متحمسة فايقة بكي. مشان هيك إذا سمحت تقولنا لايك، إذا سمحت تركتوا القناة ليوصلوكم كل فيديوهاتنا وإشعاراتنا، وخليكم معنا لتشوفوا أول يوم المدرسة. دهب رح تزعلي يعني مثلا إذا قالت لآنسة إنه نحن نرجع وأنت تضلي، كيف رح يكون شعورك؟ بس انا بعرف طريقي. لا ماما ما بصير، لازم تستنيني، ما تتحركي ابدا لاجي انا نرجع سوا. ماشي. يعني ما بصير ترجعي على البيت لحالك، اوكي؟ لان لساتك زغرونة. شو دهوبة متحمسه؟ والله معك حق، هو الصف الاول شوي هيك، معك حق. يلا جهزي نلبس اوعي المدرسه. اول شيء بالحركه السحريه، 1 2 3. واو دهوبتي عمري عمري، صفت صف اول. يلا دهوبه، اول يوم بالمدرسه. اي والله، ونحن تاخرنا لازم نروح على السريع. يلا دهوبه قوام، يلا سلمي على المتابعين ويلا على المدرسه. سلام، كيفكم؟ بتمنى تكونوا تمام. اذا سمحتوا لنا لايك حطوا لايك، اذا لسه ما اشتركتوا بالقناه اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل فيديوهاتنا واشعاراتنا. وانتوا انا صف صرتوا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. ودهوبه صارت صف اول. يلا دهوبه اعملي لنا فتله، اعملي فتله فتله فتله. يلا على المدرسة. تأخرنا كتير. يلا ألماس تأخرنا أوام. يلا دهوبة يلا، لا توقفوا لا توقفوا. يا عمري أنا يا عمري أوام على المدرسة. يلا يا مامي هلا بيحتفلوا بدوننا، لك استعجلوا. يلا سبقوكم سبقوكم الأولاد. يلا قولي يلا يا ألماس. يلا تأخرنا يا عمري، عم تلحقنا ركض أوام يا ألماس. أوام يا ألماس، عقبال عندك يا الموسى. لك مامي في احتفال اليوم ما لازم نتأخر. يا عمري دهوبة وصلنا على المدرسة، بس وصلنا متأخرين مع الأسف. يلا على السريع دهب، امشي امشي قوام قوام قوام. يلا منكم وصلنا متأخرين، معقول تكون رحت علينا الحفلة؟ يلا دهب خلينا نطلع لفوق قوام قوام نشوف وين صفك. يا الله كثير وصلنا متأخرين. يلا دهوبة دهوبة كيف الحماس؟ متوترة؟ مامي أميرات ديزني هون. هاي سنو وايت هون. يلا دهوبة أول. هي أخذت الأنسة على صفة. يا عمري عم تبكي. شيكة دهوبة. يلا روحي روحي. وهلا أخذتها أنسة وعلقت لها اسمها. واو دهوبة كتير حلو. يمي مامي وزعت لها كانديز كمان، وقالت لها تروح تجيب بالون. يعني دهوبة شو دهوبة؟ لا تبكي ماما أنا بدي روح. إيه والله ما فيني، بدي روح والله ما بحسن، لازم أروح والله ما فيني عمري. دوبريني لا تبكي دهوبة دهوبة، والله لازم أروح لازم أروح يا عمري لو سمحتي. واو شوفي بدها ترسم لكم عوشكم، لو سمحتي دوبريني لا تبكي دهوبة لا تزعلي، كلهم بحبوكي هون. والله ما فيني،
دهوبة والله ما فيني. والله ما فيني. شوفي رفقاتك. الله يرضى عليكي. حبيبي دهوبتي. دهوبة لو سمحتي لا تبكي. A few moments later. الآن سمحت لي أقعد معك. يلا فوتي. يلا فوتي ألموس فوتي. دهوبة. تمام. تعالوا الرأس ذهب. يلا الرأس. يلا يا ذهب قوموا على الرأسة. هاي الآن سأخذتها على الرأسة. شوفي أكلات شوكولات. شو طيبين ألموسي. أكلتي لأكلاتها لدهوبة. هدول لدهوبة مو إلك. أكلت لك أكلاتك دهوبة. أكلت لك أكلاتك يا عمري الكريم. يقبشني جيني يا دهوبة. بتجنن دهوبة. كتير بتشبه لون ثيابك. مبسوطة؟ هاي الأهل هون عم يستنوا الأولاد. واو مامي بلشت الحفلة. ما راح علينا شيء. ألماس شو؟ هلا دهوبة ليكو عم تبكي. يلا منك يا دهوبة. لا عم تبكي. نو ماما لا تبكي. يلا الحقوا الآن دهوبتي. لا تبكي بليز. لا تبكي عمري. ماما ماما لو سمحتي. ليكي جنبك جنبك ماما. والله جنبك ماما. ليه عم تبكي؟ ما بصير. لا ما بصير. الله يرضى عليكي. ليكي ذهب انت بيرجع. شوفي هاي هاي عم بقول لك لا تخافي. هاي ليش عم تبكي؟ ليش لك ماما؟ تبكي ماما. ما بصير لك ماما. هاي ليك ما شايفتيني انا. ما بعرف والله شايفتيني. ما بصير. عم تبكي. قال ما بتحب العشرة. نحن كلنا جنبك هون حبيبتي. لا تخافي. يلا حبيبي هي ليك انت اول وحدة. الله يحميني ياكي. فيك شي؟ مو بجميلة. كيف صرتي؟ حلو؟ الحمد لله. يا عمري يلا بسيطة ماما بسيطة. بتلعبوا بالتنفس. كبرت دهوبة يا بابا ورايحة على المدرسة. كل سنة ذهب كل سنة بتنجحي فيها وبتكوني شاطرة. إلك جائزة كبيرة ماما. أنتي إلك جائزة كمان. الماس كان مدخيل قلبك. Let's go. يلا يلا على البيت. على البيت على البيت دهوبة. خبزة وزيت على البيت. كيف كانت الحفلة؟ ويا بونجور يا أمور. أصلا هلأ مو الصبح. هلأ الساعة 1 الظهر لأن دوام ذهب إجا مسائي. هاي اليوم التالي. دهوبة ورجينا ورجينا الشعرات. إذا سمحت تولى لايك لدهوبة. حطوا لها لايك وقولوا لها اليوم دهوبة لا تزعلي ولا تبكي. متحمسة اليوم تاني يوم مدرسة. يلا اليوم اخدين معجون معهم دفتر رسم وبدنا نشتري هلا دفتر تلوين. يلا على المكتبة. ليتس جو نشتري دفتر تلوين. شوفوا اول يوم المدرسة. اليوم اول يوم دوام فعلي. اليوم التنين. شايفين العجقة والولاد. شوفي دهوبة هي بنوتة مثلك. يا لطيف يا دهوبة يا لطيف. شوفي العجقة. شفتي؟
قوم قوم على المكتبة قوم. شو حلو دهوب. يلا هلا على المدرسة. يلا دهوبتي الحلوة. ما يبلى جماله. ما يبلى ما يبلى. يا الله حاسك أنا متوترة ما. يلا تعالي قوم. دهوبة ليش ماما عم تبكي؟ دهوبة لو سمحتي عمري ليش ماما ليش زعلانة؟ لسه ما بلشنا ماما ما فتنا. الله يرضى عليكي. ليه؟ شوفي ماما الولاد كلن عم بيفوتوا. يا دهب لازم نفوت. شوفي كله فات. يلا فوتك انا. اوكي يا عمري. هلا انا فوتت لدهوبة وناطرة هون شوي رح اقعد استناها لحتى اطمن عليها وبعدين برجع على البيت. بس المهم انها تكون ما عم تبكي. شوفوا الولاد عم يلعبوا بالمعجون. وانا هلا الي نص ساعة عم بستنى دهب. بس يمكن ما استناها لتطلع بنرجع ناخذها. 1 hour later. ايوه كيف يعني ما عم تلاقيها يا دهب؟ دهب ما لها مدرسة؟ طيب يلا 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 نروح ندور عليها. هل دهب طلعت من المدرسة بدي وينها؟ مش قلت شو روح ندور عليها؟ عن جد بابا عم تحكي؟ هيك قالوا لي هلا. مع انه انا قالت لي ترجع لحالها على البيت قلت لها لا اوعي تعمليها. امشوا امشوا هي ما بتعرف ترجع. امشوا ندور عليها. امشي بابا امشي. الله كيف تطلع بدون معلمنا؟ شو هذا طالعة من المدرسة؟ الله يسامحك يا دهب هي اكيد لساتها بهالنواحي يعني. هون بتروح؟ مين رجليك؟ وينها؟ واوا سلامتك يا عمري سلامتك. يلا نشوفها. لك امشي امشي ننزل مشي ندور عليها للبنت. يلا بابا يلا. وين بدها تكون راحت البنت؟ يا الله يا دهب يا الله يا الله. شو يعني؟ طب واحدة بتبكي اول يوم والله مالها صغيرة صارت صف اول. لا حول ولا قوة الا بالله. بابا وماما الماس وينها؟ ذهب وينها؟ يا الله يا صرنا نص ساعة ما كنا نلاقيها. امشوا امشوا من هنيك لنشوف. يلا امشوا امشوا. الله يسامحك يا ذهب. الله يسامحك على هالعملة. بابا كثير تعبت عم بمشي انا. شو اعمل يا ربي؟ شو الماس؟ يا الله يا الله. بس ما بصير ذهب تعمل هيك. ما بصير. امشوا امشوا على الرصيف. قوام قوام. مامي هذيك رفيقتها روحي اسأليها. شو نعمل بابا شو نعمل؟ انا سألت بنت قال من هذا الطريق راحت. امشي امشي. ايه من هون من هون. يلا يلا امشوا اركضوا. هي ليك ليك هذيك. هي هي والله. هي دهوبة. دهب وين كنتي؟ كثير خفنا عليكي. ماما ليش هربتي ليش؟ ماما ليش تركتي المدرسة؟ ما بصير ابدا تطلعي من المدرسة. ماما ما حيعملوا لك شيء بالمدرسة. ما بصير ابدا تطلعي من المدرسة لحد ما يجي بابا وماما ياخدوكي. غلط ماما غلط. بعدين الواحد بيستفاد بالمدرسة. ما بصير ابدا لبقى تعيدي هيك حركات. شفتي كيف كنتي رح تضيعي؟ الله سترك وحماكي. امشي لازم نرجعك على المدرسة. امشي امشي بابا امشي. ماما ما في شي بالمدرسة. ماما بتتعلمي وبتصيري كبيرة وشاطرة وفهمانة. لا ماما وعندك رفقات حلوين. مدرسة حلوة. وقت تنجحي بدي اجيب لك احلى هدية ان شاء الله. اوكي بس ما بقى تعيدي هيك حركات. يلا يلا الآن كتير زعلت. يلا يلا امشوا على المدرسة. يلا دهوبة اللي عملته دهب كتير غلط. لا حدا يعمله. وهي رح نرجع دهب لعند الانسة تبعها نسلمها ياها بالايد. اخ منك.
وهي سلمناها للأنسة ورجعت تبكي أخذها إن شاء الله ما ترجع تعيده قبل الفصل. 2 hours later. الموسى جاهزين نجيب دهوبة؟ طبعا جاهزة. نجيب دهوبة من المدرسة؟ اليوم كان أول يوم لدهوبة. أي والله إن شاء الله ما تكون هيك عملت لها شي فصل ناقصة. قال هربت من المدرسة. قال الله يسامحها الله يسامحها شو رعبتنا وفتلتنا اليوم. قلت لك الدادة بتكون طلعت؟ ما بعرف امشي لنشوف. من نلاقيها للدادة؟ يمكن هنيك جنب الباب. من الدادة ليش هلا ما طلعت؟ لنا 10 دقايق ناطرينها. الدادة تأخرت كتير. تأخرت كتير ما كانت تطلع الدادة ليك. الموسى ناسك. الموسى رح تنام. اوه الدادة هلا ما طلعت. ليش مخبينا لدهوبة جوا ما بدهم يطلعوها؟ خايفين تهرب مرة ثانية. في عم تكذبين كيف؟ شو رأيك عضك؟ شو رأيك بوسك؟ ايه حتى تضل حاملني بابا ولا مليت انه نص ساعة وناطرينا. تخيل تمك انا. لا لا تعضي حالك انا بعضك. اوكي؟ وإذا هاك يا الله كثير مليت. ناديلا ناديلا يا دادا يا دادا دادا ما خمس سوود دادا. موسى كثير طول والدهوبة هي ما كانت تطلع. فتنا نشتري لها مصاصة لأنه الدهوبة كثير طولت. هني كثير شوب. وهيك الموسى وينها؟ هيدا لك يا الدادا؟ يلا هاتين هاتين رجل هاتين بليز. الماس أخيرا فتحوا الباب. بابا فتحوا الباب. يس شفتها. هلا بدنا نفوت نجيب الذهب. فتحوا لنا الباب بابا. يلا هلا بدنا ندور على دهوبة. ليك هنيك هنيك. اي هون اسف هوبيا. شو هاد لك دهوبة؟ ما شاء الله احنا طلعنا من الروضة وكفتوا علينا المتابعين. كله بده يصور مع دهوبة. قديشك مشهورة انت؟ في حدا بالمدرسة عم يحكي معي؟ شو كان اول يوم؟ ها؟ بسطتوا اليوم؟ عرفتي على رفقاتك؟ شلون لقيتيها الانسة؟ حلوة بس من اول بس عصبية شوي من اول. بدها تعصب لانه انتوا كتار. ايه ده هو كيف كان؟ احكي لي ماما. ماما ابدا ما حكيت. ليش؟ طلعت على البحر وقت التنفس. ايه وقت الاستراحة. ايه شو صار بالبحر؟ لا دعلقوني. يقولوا خدي هي اذا بتصير فيكي بعطيكي مصاري. يقولوا شو على الارض؟ لا احنا ما بناخذ مصاري. كل واحد صار بده يعني كل واحد يشدني صار بده يعني. فكروني شو العمل حتى عم يتخانقوا علي. انا بدي اخذها على يا عمري لان بحبوكي. خناق خناق صاروا يتخانقوا. عن جد؟ لا ما سألت شو القصة؟ قالت لي انه هدول كثير بحبوك. هيك قالت لك الأنسة؟ شو قالت لك الأنسة؟ ما قالت لك الأنسة ليش الأولاد عم يهجموا عليكي؟ قالت لي هدول كثير بحبوك. ايوه أنا كثير يعني ايه كيف شعورك بعد ما رحت اليوم؟ أنا نسيانة إنه طويل كان طويل. طويل ما؟ يا عمري بس مدرسة حلوة وإن شاء الله تكوني من الشاطرين أنتي وكل المتابعين. هيك يا دهوبة بيخلص أول يوم وثاني يوم مدرسة. ايه وثالث يوم بالمدرسة. بيخلص أول يوم وثاني يوم بالمدرسة. وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. إذا سمحت لنا لايك. إذا سمحت اكتبوا القناة. فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل فيديوهاتنا وإشعاراتنا. استنونا. Bye.